ولمزيد من النقاش حول موضوع العقوبات المالية الجديدة التي تعتزم الإدارة الأمريكية إطلاقها لمعاقبة النظام الإيراني، ينضم إلينا السيد طارق جاسم، مسؤول العلاقات الخارجية لجبهة الأحواز الديمقراطية، عبر الخط الهاتفي من أوسلو. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه الفرصة. واشنطن كما تعرف تجهز لفرض حزمة من العقوبات المالية الجديدة على طهران، هل من معلومات أوفى عن شكل وأهداف هذه العقوبات؟ هي أساسا بدأت الحزمة الجديدة من العقوبات والتحييز من قبل الإدارة الأمريكية منذ أسبوعين، عندما قامت 5 وزارات أمريكية بفرض عقوبات على أشخاص وسمتهم الإدارة الأمريكية بالأسماء فيما يتعلق بمواضيع دعم الإرهاب ومواضيع مساعدة إيران في مسائل ما تتعلق بالاتفاق النووي ودعم إيران في تطوير برنامجها النووي. واليوم يعني قبل يومين من الآن هنالك عقوبات على 92 موقع يدعم من قبل الحرس السوري الإيراني، والتحييد ويعني غطى أيادي إيرانية في السوشيال ميديا بشكل كبير. واليوم الولايات المتحدة يعني بدأت بنهاية هذه الحزمة، وهي كللتها بعقوبات على النظام المالي إنستاكس وفاتف، اللي أساسا هو كان مورد نقاش ومورد انتقاد كبير من قبل الطبقة المحافظة في إيران، لا سيما الحرس الثوري الإيراني، الذين أساسا أرادوا أن يفشلوا هذا الارتباط المالي بين إيران وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق النووي وبعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. واليوم أمريكا تريد أن تجفف جميع المصادر وجميع الطرق والآليات التي تؤدي إلى ارتباط مالي وبنكي بين إيران وبين كل القوى العالمية. نعم، هذه العقوبات تأتي بعد رفض مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي بتمديد فرض حظر السلاح على إيران. إلى أي مدى ترى أن التحرك الأمريكي المنفرد يمكن أن يأتي بنتائج؟ يعني منذ سنة والولايات المتحدة كانت تمهد للوصول إلى هذه النقطة. اليوم النظام الإيراني أمام خيارين أحلاهما موت، إن قبل بتغيير سلوكياته وإن قبل بالرجوع إلى المفاوضات من جديد مع الولايات المتحدة، فهو يجلب نفسه إلى اتفاق جديد ليس مرغوب إليه بل هو مرغوب للإدارة الأمريكية. فهذا الاتفاق إذا ما تم هو لصالح الولايات المتحدة في طريقها إلى تحييد وإلى قطع جميع المصادر التي تؤدي إلى التطوير السلاح النووي وتطوير الصواريخ، هذا من جانب. أما إذا يرفض النظام الإيراني بكل أشكاله والولايات المتحدة تستمر في هذه المغاطعة وهذه العقوبات، فالنظام الإيراني وفي ظل وجود المشاكل الاقتصادية الكبيرة والضعف والعصيان المدني في الداخل، هو مستمر في طريقه إلى الهاوية، ولا نستطيع أن يعني ولا يستطيع أن يصمد أمام هذه الضغوطات الداخلية والخارجية. تمام. طيب، إذا كانت العقوبات السابقة التي فرضتها أمريكا على النظام في طهران قد أتت بنتائج، لماذا برأيك فرض عقوبات جديدة؟ يعني أولا الولايات المتحدة هي كانت تغازل الاتحاد الأوروبي وتريد الاتحاد الأوروبي أن تنضم إلى هذا الحلف وإذا إلى هذا الجانب المعادي للنظام الإيراني، ولكن الأوروبيين لديهم مصالحهم الخاصة. اليوم الولايات المتحدة وبصراحة تقول وتفرض عقوبات على شركات صينية لها ارتباطات بمليارات الدولارات ولا تريد أن تضحي بهذه التبادلات التجارية بينها وبين الولايات المتحدة، فلذلك تبتعد عن الأسواق الإيرانية وتبتعد عن الارتباط مع إيران. فالولايات المتحدة حتى وإن كانت منفردة في طريقها لمعاداة إيران، هي لديها القوة أن تفرض العقوبات على الشركات الخاصة التي هي تملأ الدنيا بكل مكان، إن كانت شركات صينية، هندية، تركية، أوروبية. فهذه الشركات حالها حال كثير من الشركات الأوروبية مثل زيمنس وشلمبرجر وشركات أخرى التي خرجت من إيان بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيان.
البعض أستاذ طارق يعتقد أن هذه العقوبات تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني، هل هذا صحيح؟ وإذا لم يكن كذلك فلماذا هذه ما هدف الأمريكان من وراء هذه العقوبات؟ يعني أولا الأمريكيين استطاعوا خلال هذه العقوبات أن يجبروا الإيرانيين بالتراجع من نفوذهم الكامل والشامل في جميع مناطق الشرق الأوسط. فهذه المكاسب هي حصلت أولا حتى تكون نقطة تطمين لحلفاء الأمريكيين، لحلفاء الولايات المتحدة أقصد في المنطقة، ثم رسالة للداخل الأمريكي وهم مقبلون على انتخابات مصيرية داخل أمريكا، بأن الولايات المتحدة وفي ظل إدارة السيد ترامب استطاعت أن تنجز داخليا اقتصاديا وخارجيا في سياساتها الخارجية، أولا بتجفيف مصادر الإرهاب وبتجفيف وبقطع الجهات الداعمة للإرهاب، والتي الآن تصنف إيران ومنظماتها الإرهابية كحرس ثوري هي الأول على مستوى العالم. بالتالي والولايات المتحدة في هذه النقطة المصيرية تحت إدارة ترامب تريد أولا أن تأتي بهذه النقطة كواقع ضغط لتنجح في الانتخابات المنتخبة الأمريكية. نعم، طيب في المحصلة ما تأثير العقوبات المنتظرة السابقة واللاحقة على الشارع الإيراني؟ كيف يتعامل معها هذا الشارع وهو شارع يغلي بكثير من المشاكل؟ يعني اليوم مناطق الشعوب في إيران هي أساسا ليس لديها شيء أن تختاره، فدائما العصيان المدني كان هو سيد الموقف منذ 2017 حتى يومنا هذا. كل أسبوع وكل شهر يمر على الإيرانيين هو مليء بالأحداث ومليء بالعصيان المدني. على سبيل المثال اليوم وبعد وفاة المنشد الإيراني الشهير السيد شجريان، الشارع الإيراني داخل طهران استغل وانتهت هذه الفرصة حتى يصيب وجه النظام. اليوم مظاهرات في شوارع طهران موجودة كلهم يعني بشكل عصيان مدني كامل، وهنالك شعارات تقف الشعارات عالي جدا يطالب بإسقاط النظام، يطالب بتغيير سلوكيات النظام. فهذه الأمور هي نتيجة ومكاسب أولا الشارع الإيراني، ثم مكاسب الجهات الخارجية التي تريد أن تغير هذا النظام. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ طارق جاسم، مسؤول العلاقات الخارجية لجبهة الأحواز الديمقراطية، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من أوسلو.